الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اليوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فدعوهم يتبعون ظنهم إلى أن يسقطهم ظنهم بأنفسهم في الجحيم. وإن طلعتم على كلبهم الذي خرج إلى بلدان المغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي ينادي جهرا لمساندة ملتهم التي هي من ملة قريش بأشعار يعود أصلها إلى الجاهلية. فكم عددهم اليوم إن خرجوا ينادون فجأة إلى الوحدة بعدما كانوا شيوخهم ينادون إلى التوحيد للضلال المبين. فيناقضون الوحدة الإلهية للرسالات المقدسة الأولى والآخيرة لاتباع توحيدهم الفاسد والماكر والمنافق. إن الله عز وجل يعلم عددهم مصداقا لقول الله تعالى في سورة الكهف: وما أدراكم سورة الكهف يوم الجمعة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لا نتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العزيز الجبار رب العرش العظيم. وها هم يسعون إلى البلدان الإسلامية لطلب المعونة من شبابها لحماية طغيان ملتهم من قريش. ألم يرجم رسول الله النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بأهل البيت محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك رجموا أهل البيت لعلهم يتذكرون. وكأنهم اليوم أعوان لإبليس الرجيم وهم لا يعلمون. بعد هذا الحق بعدما ظهر الحق وسقط الباطل بالبيان العظيم وعلى ظهره عذاب عظيم لن يناجون منه ولو يسعون إلى إحياء العالم بإسره. إنهم بإنس شياطين لا يحبون سوى عرضهم لأموالهم الفاسدة ينافقون كل ما صنعت أيديهم من فساد على وجه الأرض الله المقدسة بالمشرق إلى أن أصبحت بأرض قاحلة جافة ليس عليها رحمة إنما عليها سوى حجارة صلبة إلى أن تنفجر على عصايا الرسول الرحيم الرؤوف بالعباد الصالحين المسلمين المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر محمد الأحمد بحمد الله والمهدي بروح القدس صلى الله عليه وسلم. فتنبت هذه الأرض الكريمة مرة أخرى خصبتها لنشأتها الأولى كنعمة سوى من الله تعالى. فاعقلوا يا شباب المغرب والمشرق ألا تتبعوا ملة أهل قريش الطغاة بعد اعترافهم عن علمائنا الأقلية بالعلوم الإسلامية لدين الله الحق الإسلام للسلم والسلام بالأندلس كبالمغرب. وإن خرج كلبهم آخر من المشرق إلى المغرب ينهت بصوته لعدم اتباع نور الإسلام من الغرب إنما سوى الاتباع ضلالهم بالمشرق لا سمح الله، فيلوو لسانه وكأنه ينطق آيات من الله تعالى لا سمح الله، فيذكر لسانه على غفلة آيات الله الكريمة وهو غافل عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
قبل ذكرها، وقد بعثه الدجال الجحيم الصهيوني العربي اليهودي الأصلي من قريش من الحجاز إلى المغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي كمبعوث يد اليمنى لحكامه وشيوخه الطاغين بالأرض سواء بالمشرق أو المغرب، مجتهدين في إلقاء ندواتهم عبر خطاباتهم للعودة إلى سبلهم ألا وإلى حكمهم الطاغي، ويعلم عدد كلابهم سوى الله تعالى لمهمتهم الشريرة لتخدير عقول الشباب المسلمين والمؤمنين والمؤمنين بهذا البيان العظيم كوحي من الله تعالى إلي كرسوله الرؤوف والحريص على عباد الله والحريص على عباد الله الصالحين، النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بالحق، والحق مع الرسول محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس صلى الله عليه وسلم لاستعمارهم روايات للمبالغة وليس للبلاغ المبين، وقد نسوا بأن لا يرفع أصواتهم فوق صوت الرسول النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بالبلاغ العظيم المنير المبشر محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العزيز السميع رب العرش العلي لبسط صوت حجراتكم، وإن هي آية كريمة من سورة الحجرات، ورسول الله النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بحسن اللسان محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس صلى الله عليه وسلم وسطيكم وفيكم بهذا اليوم الآخر كاليوم العظيم إن كنتم تؤمنون. وبالأخير لما يختمون خطابهم بدعايا إلى الله تعالى سوى باللعنة واللعنة ثم اللعنة لا سمح الله، فما دمتم تلعنون أعداءكم ليلا ونهارا فهل هذا هو الدعاء الذي ينتظره منكم الله تعالى ورسوله الحبيب النبي الأمين الرحيم الرؤوف بالعباد الصالحين قولا وفعلا للعالمين محمد الأحمد بحمد الله والمهدي بروح القدس صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام، فأين هي الحكمة في الدعاء والموعدة الحسنة كرحمة للعالمين بعد كل خطاياكم كخطايا للعالمين أجمعين على وجه الأرض؟ ألم أقل لكم إن خرجتم فللحق بالحق وليس بالجهل كبالشتم والعنف والفوضى العشوائية لا سمح الله، ولا بكسر حقوق الآخرين ولو كانوا جاهلين، فليكن ردا للفعل بالحكمة والموعظة الحسنة.